رجعنا لحضراتكم مرة تانية ومعانا خبر الحقيقة حلو جدا، وهو مصر بتعلن الانتهاء من تنفيذ مشروع طريق وجسر في أوغندا. المشروع ده يعني بقى بيعبر منطقة مستنقعات وبيجتاز نهر بلو جومبا. المشروع ده اتعمل لإنقاذ سكان المناطق دي من فيضانات كتيرة بتقطع الطرق بين المدن المهمة في شرق أوغندا. والسنة اللي فاتت أكيد تابعنا كلنا التسبب طبعا في الفيضانات دي، تسببت في وفاة 28 شخص. طيب معانا على التليفون الأستاذ ماركو عادل، مساعد رئيس تحرير الأخبار، هيكلمنا أكتر عن هذا المشروع. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم. صباح كل المشاهدين. اهلا بحضرتك. عاوزين حضرتك تكلمنا اكتر عن هذا المشروع وعن مواصفاته. تمام يا فندم. هو بصي فندم، المشروع ده مشروع مهم جدا ومشروع حيوي في دوله اوغندا. يعني طبعا هو المشروع بيبلغ طوله حوالي 4.5 كيلو متر. تمام. وتم تنفيذه على نهر زي ما حضرتك كنت بتقولي بلو جومبا، وفي عباره عن كوبري مر فوق نهر هناك اللي هو نهر بلو جومبا، وبيتخلله اعمال صناعيه، 10 اعمال صناعيه عباره عن مطالع ومنازل وكده. بس اهميه المشروع ده مش في صعوبه الاعمال، لا، اهميته في الحاله اللي عملها باعتبار ان هو طريق حيوي انقذ البلد من كوارث كثيره كانت بتحصل بشكل دايم. طب استاذ ماركو، خصوصا كان بيحصل وفيات كمان. اكيد حضرتك قلت ان في 10 اعمال صناعيه في من خلال المشروع ده، لو حضرتك تكلمنا عنهم. الاعمال الصناعيه دي بتبقى عباره عن اي كوبري طبعا بيتم بتبقى مرتبط بمطالع ومنازل وكده. يعني ففي مثلا مطلع في المنطقه الفلانيه، في منزل في المنطقه الفلانيه، في مثلا محتاج تعمل جسر مثلا فوق منطقه نهر او كده. فكل دي اسمها اعمال صناعيه بتبقى مرتبطه بالطريق نفسه. طيب خلينا نشرح للمشاهدين أهمية المشروع بالنسبة لأوغندا، يعني غير إيه عندهم؟ أهمية المشروع بتنبع من حاجة مهمة جدا، إن المنطقة دي منطقة نهر. النهر ده طبعا كلنا عارفين إن الأنهار دي بترتفع مع ارتفاع الفيضانات زي نهر النيل وكده، لما بيجي الفيضان بيرتفع. فطبعا المنطقة دي لما بيوصل فيها الفيضان بشكل كبير دي الميه بتزيد بشكل كبير جدا، وبعد كده في حاله الجفاف بتتحول الميه دي لمنطقه مستنقعات. المستنقعات دي بتبقى طبعا مليئه بالامراض ومليئه بان هي ممكن تبقى تحوي حيوانات مفترسه او حاجه زي كده. فكانت دايما بتحصل حوادث على منطقه النهر ده، النهر بليون ده، واخرها كانت السنه اللي فاتت كان في حالات وفيات كثيره. فده اللي طلب خلى الرئاسه الاوغنديه ان هي كلفت شركه المقاولين عرب. مظبوط. احنا عرفنا كمان ان هم سلموا المشروع بدري عن ميعاده 11 شهر. نظرا لاهميته تم ضغط الجدول الزمني. وطبعا المسافه كبيره، 4.5 كيلو دي بجانب اعمال صناعيه، دي تعتبر مسافه كبيره، الا ان طبعا بسبب اهميه المشروع تم ضغط الجدول الزمني وقتها في الوقت القياسي ده. طيب عاوزين نعرف دور اللي بتلعبه مصر في القارة السمراء، يعني شفنا تدخل سريع من شركة المقاولين العرب طبعا بتنفيذ هذا المشروع كمان، وسلمته قبل زي ما عبيدة قالت قبل ميعاده ب 11 شهر، وبنشوف أكيد دور كبير بتلعبه مصر في القارة السمراء، لو حضرتك تحدثنا عنه. طبعا مصر من زمان كان ليها الزعامة وليها الكلمة الرائدة في قارة السمراء او قارة افريقيا. وده دور بيشهد بيه العالم كله على مدار السنين، وده بسبب ان هي تعتبر الشقيقة الكبرى لكل دول افريقيا. والدور ده نبع من الاهمية اللي بتشوفها كل الدول لمصر، ان هي الداعم ليها والمساعد والشقيقة الكبرى. وده من خلال دورها السياسي ودورها الخدمي اللي بتقدمه كل الدول القارة الأفريقية. وواحد من أزرع القوة دي أو القوة الناعمة هي كانت شركة المقاولين العرب
اللي هي بتعتبر شركه وطنيه خالصه، والشركه دي بتقوم بدور مهم جدا في مشاريع كبيره بتنفذها في القاره الافريقيه زي المشروع بتاع اوغندا. فده بيوجه رساله لكل الدول دي ان مصر داعم ليها وان مصر بتقف معاها وبتنقذها كمان من المواقف الصعبه الكثيره. الحقيقه ده مش غريب ابدا على مصر، و يعني اكيد كان دور كبير ومشروع مهم جدا يعني اللي نفذته شركه المقاولين العرب والجسر اللي حصل في اوغندا عشان يعني ينقذ اهالي اوغندا من الدمار ومن الكوارث الطبيعيه. بنشكر حضرتك شكرا جزيلا الاستاذ ماركو عادل مساعد رئيس تحرير الاخبار، بنشكرك ان هو كلمنا اكتر عن المشروع، والحقيقه هو مشروع مهم وزي ما قلنا إن دور مصر هو مش غريب ابدا عن دور مصر في القاره الصغيره. ده ولسه كمان المشاريع الثانيه والكواليتي اللي مصر اللي بتقدم شركه مقاولين العرب، واكيد بنقدم لهم كل التحيه. تعالوا دلوقتي نروح